مرحبا أعزائي الطلاب، نحن في هذا الأسبوع في وحدتنا الجديدة من نحن سنتعرف على أهمية الصحة الجسمية وصحتنا وكيفية تناول الغذاء الصحي المتوازن وكيف أن نكون متوازنين ما بين حب أنفسنا وأكل الطعام الصحي دون الشعور بالحزن أو الأسف على أي شيء نحبه. أولاً سنتعلم ما هو أو سنتعرف على الهرم الغذائي وعناصر الهرم الغذائي. سوف تقومون برسم الهرم الغذائي، أنا لم أرفقه هنا لكي تكتشف بنفسك وتبحث عن الهرم الغذائي وترسمه بعناصره الخمسة: الكربوهيدرات والفيتامينات والبروتينات والدهون، وستعطي أمثلة وترسم وتعبر عن كل طابق وما يخصه. ثم سنتعرف على معنى الغذاء المتوازن وماذا يعني الغذاء المتوازن، وهو سوف أعطيك دقيقة واحدة للتفكير. ما معنى غذاء متوازن؟ هيا فكر. إذن الغذاء المتوازن هو أن نأكل وجبة صحية تحتوي جميع عناصر الغذاء، الكربوهيدرات والفيتامينات والدهون والبروتينات، وكل منها ضمن نسب محددة لكي نحصل على الفائدة ودون أن نؤذي أنفسنا. ثم سنقوم بحصة مطالعة خارجية، سنتعرف على العديد من القصص الخاصة بالغذاء الصحي، وسنتعرف على العديد من حياة الناس الذين اتبعوا غذاء صحي والذين لم يتبعوا الغذاء الصحي، وماذا حصل لهم في النتيجة، وكيف تحملوا مسؤولية ذلك وانعكس على نمط حياتهم. أما في حصة المكتبة سنقوم بمهمة بحثية صغيرة عن ما هو أثر الغذاء الصحي على حياة الإنسان وشعوره بالسعادة، ومهارات كتابية، وسنتدرب على إملاء جديد في هذا الفصل، وأود منكم أن تبذلوا جميع جهودكم كما فعلتم في الفصل الماضي، فأنتم خير طلبة قمت بتدريسهم، وأحب مجازفتكم وحبكم للدراسة والتعليم.